الأجواء جدا مؤثر، القرار جيد، الكلام جيد. واحد يكلم ابنه أنه صير خوش آدمي في عائلة مؤمنة، كانوا ينقلون لنا أن ابننا لا يصلي، ما يصلي. نقول له صلي، يروح في الغرفة ويغلق الباب على نفسه، وبعدين يطلع يقول أنا صليت. القضية مو كلام فقط، بعدين مراقبين شايفين ما يصلي. القضية مو قرار، أنا ابني أقول له صير خوش آدمي صلي، لا. هذا يحتاج إلى جو. من الذي يخلق أجواء الهداية والتوجه إلى الله تعالى في المجتمع؟ هذه المساجد، هذه الحسينيات، هذه الأدعية. ولذلك أنتم لاحظوا الأفراد اللي يحضرون المساجد والأفراد اللي على عوامل ما يحضرون المساجد. ومن جملة هذه العوامل أنه واحد يصير كبير، يعني يصير عنده مقام اجتماعي، يصير عنده ثروة طائلة. بعض الأفراد على أثر هذه العوامل بعد ما يحضرون بالمساجد، يشوف أن الحضور إلى المسجد هذا مو من شأنه، هذا مو من شأنه أن يحضر في مساجد الله، في بيوت الله. تشوفون الفرق بين هاتين النفسيتين. اللي يحضر في المساجد له نفسية معينة، اللي ما يحضر في المساجد له نفسية أخرى. الإنسان شوية شوية يبتعد عن أجواء الإيمان وأجواء الهداية. هذا لازم يكون في ذهننا، أنه يوم من الأيام إذا وصلنا إلى مقام، إذا وصلنا إلى منصب، إذا صارت عندنا ثروة، إذا الإنسان صار نائب أو وزير أو ما أشبه ذلك، أن لا ينقطع عن هذه المساجد والمجالس بحجة أنه مقامي فوق هذه الأمور. الإنسان إذا هالشكل فكر، شوية شوية يبتعد عن الإيمان والأخلاق. الرذائل الأخلاقية من الكبر والحسد والغرور وسوء الخلق شوية شوية تنمو في داخله وفي نفسه.